مزرعتي ابتدت من سنة 2023 بتقدم جيل جديد من الموديلات بتاعتها، دي ان ايه جديد، بصمة وراثية جديدة في الموديلات بتاعتها. ابتدينا بالجريكالي سنة 2023، وبعدين بقى في دلوقتي جران توريزمو نزلت في 2024، هي ليها ان شاء الله الجران كابريو والام سي 20 كسيارات رياضية فارهة فخمة ان شاء الله. هل حققت جريكالي المبيعات المتوقعة ليها بالسوق المصري؟ مزرعتي جريكالي حققت سنة 23 المستهدف بتاعها من الشركة الام، ولغايه دلوقتي في 24 حققنا في الربع الاول المستهدف من الشركه الام. عايزين حضرتك توضح لنا حجم المبيعات اللي حققتها مزرعتي في الربع الاخير من 2023. مزرعتي حققت في الربع الاخير من 2023 حوالي 30 سياره في خلال شهور اكتوبر نوفمبر ديسمبر، وده رقم ما اتحققش قبل كده، وده نتيجه ان العربيه كانت متسعره تسعير جيد وعرفت تخاطب العميل المستهدف من شركه ام تي اي. عايزين حضرتك تحطنا مكانك وتوضح لنا وجهه نظر مزرعتي، شايفه المميزات اللي شايفاها في السوق المصري وخليها كل شويه بتفاجئنا بحاجه جديده. السوق المصري سوق كبير، والعميل المصري ذوقه متنوع، فدايما مزرعتي بتعتمد على انها بتقدم طرازات جديدة بتخاطب كل ذوق، وده طبعا التصميم الايطالي الفريد بتاعها والتقنية بتاعتها، فهي بتخاطب فئة معينة وعميل ليه ذوق معين، فدايما موديلاتها بتلاقي قبول عند الفئة دي من العملاء. مزرعتي اعلنت الاسبوع اللي فات في ايطاليا الجيل الجديد من سياراتها الفولجوري اللي هي الفئه الكهربائيه من موديلات جريكالي وجران توريزمو. الموديلات دي لسه اول ظهور ليها، هتنزل الاسواق خلال الربع الحالي من العام خارج مصر، وفي مصر هتبتدي ان شاء الله ابتداء من العام القادم تبقى موجوده ان شاء الله.